هنبدأ أولى أخبارنا المحلية مع انطلاق معسكر منتخب مصر النهاردة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في القاهرة، استعدادا أكيد لمباراة بلجيكا الودية والمقرر أن هي تقام في الكويت يوم 18 نوفمبر الجاري. ضم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول 24 لاعب لقائمة الفراعنة للمعسكر، والأكيد طبعا بيتخللوا ودية قصاد فريق بلجيكا أو منتخب بلجيكا هتكون يوم 18 نوفمبر الجاري. وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين، الأولى هتكون من 7 ل 11 والفترة الثانية هتكون من 13 لحد 18 نوفمبر.